الذي نحن في صدده اليوم خلال مؤتمر النشر العربي والصناعات الإبداعية هو في الواقع يجسد تلك التطلعات التي يمكن أن تمكننا بيسر وسهولة من تعزيز اللغة العربية، من تقريب فهمها أكثر وأكثر للناطقين أيضا بغير اللغة العربية الذين يرغبون بتعلمها، ولأيضا للنشأ. الواقع الصناعات الإبداعية هي واحدة من الحلول الناجعة بحيث تصبح اللغة العربية في الألعاب تجسد من خلال الدراما، وأيضا من خلال الذكاء الاصطناعي والتطبيقات والمعاجم المتطورة التي يعني تتكيف مع احتياجات الأطفال والنشأ، بالإضافة إلى يعني وجود أدوات ناجعة في الذكاء الاصطناعي تمكن الكتاب في الوقت نفسه بأن يتعرفوا على يعني المفردات التي تستعمل في مرحلة وفي مرحلة أخرى، لأن ذلك يسهم ساما كبيرا في تطوير النشر خاصة المتوجه للأطفال. نحن في مؤتمر النشر العربي والصناعات الإبداعية قبيل معرض أبوظبي الدولي للكتاب بيوم نحرص على إطلاق وتنظيم هذا المؤتمر في دورته الثالثة حتى نتشارك مع الناشرين ومع الخبراء في تطوير النشر العربي وتحويله واللغة العربية في الواقع من خلال تقديمها من خلال الصناعات الإبداعية. نحن نعمل الآن مع جامعة نيويورك في تطوير يعني أنواع مختلفة تعزز مسألة القراءة والكتابة، وخاصة يعني تحدد للمؤلف مفردات الفئة التي العمرية التي يخاطبها فيما يعرف بمشروع بارق أو ما يعزز الانقرائية، وهو الأكثر قراءة عند من المفردات ومن الكتب عند الأجيال، بحيث تقدم أمثلة ناجعة للكتاب يعني يطوروا الإبداع. أتصور أن كما ذكرت اللقاء هذا بين النشر وبين المعنيين باللغة وبين المعنيين أيضا بالصناعات الإبداعية قد يحقق يعني ويقدم أمثلة ناجعة حتى في تطوير أدوات المبدع الكتابية سواء كانت في الشعر أو في القصة أو في الرواية. ونحن نعمل أيضا في مركز أبوظبي على تقديم المنح في هذا المجال وتبني المواهب خلال منح يعني مدروسة ومتابعة مثل هذه المشاريع خاصة التي تأتي في سياق الذكاء الاصطناعي.